التطبيق الآخر في زد ترانسفورم هو زد دومين ترانسفير فانكشن اند امبلس ريسبونسيفنس، هو إيجاد الزد دومين ترانسفير فانكشن. احنا نعرف بالنسبة للابلاس ترانسفير فانكشن اللي اخذناه بالمرحلة الثانية كان الجي اوف اس يساوي لي واي اوف اس على اليو اوف اس. هنا عندي العملية تقريبا مشابهة، ولكن دا اشتغل هنا بالديسكريت تايم. فالاتش اوف زد هو يمثل لي الترانسفير فانكشن بالزد دومين، ويساوي لي الواي اوف زد اللي هو يمثل لي الاوتبوت على اليو اوف زد اللي هو طبعا يمثل لي الانبوت، فهذا نطلق عليه زد دومين ترانسفير فانكشن. طبعا قد يكون السيستم سنجل انبوت سنجل اوت، تقصد يعني الى مدخل واحد والى مخرج واحد، وقد يكون هنالك مدخل واحد واكثر من مخرج، وقد يكون اكثر من مدخل واكثر من مخرج، مثل ما احنا نعرف بالنسبه للانظمه اللي تمر علينا. حتى نشوف هذا طبعا التطبيق راح نحتاج طبعا مثالين راح نجري. من خلال ذن المثالين نوضح كيف نقدر نستفاد من الزد ترانسفورم في ايجاد الزد دومين ترانسفير فانكشن للسيستم، طبعا الانظمه اللي هي ديسكريت سيستم. اذا لاحظ هذا المثال يقول find the transfer function associated with the second order difference equation. عندي هاي معادلة second order difference equation. إذا لاحظ بيها كلمة second order جاية من هذا الرقم الاثنين اللي هو الترانسليشن بمقدار اثنين. اوكي، فالسكند اوردر اجت تسمية نتيجة هذا الرقم اثنين، مثل ما قلنا لو كان واحد كان اصبحت فيرست اوردر، لو كانت ثلاثة كانت وهكذا. هنا هذا السيستم الحقيقة إلى مدخل واحد انبوت واحد اللي هو اليو اوف ان، والى اوتبوت واحد اللي هو طبعا الواي اوف ان. فحتى نحسب الزد زد دومين ترانسفير فانكشن، نلاحظ بهذا المثال حقيقة ما مطيني اي انيشال كونديشن. احنا قلنا بالنسبة للترانسليشن نحتاج الى الانيشال فاليوز، ولكون هذا السؤال او هذا المثال لم يذكر او لم يعطيني الانيشال فاليوز، فراح اعتبر هاي الانيشال فاليوز تساوي لي زيرو اصفار. طبعا اذا لم يعطيني الانيشال فانا اعتبرها اصفاره وابدي احل، وعليه طبعا راح اجي اطبق الزد ترانسفورم على هذه المعادله السكند اوردر ديفرنس ايكويشن. فنجي على اول حد، اول حد طبعا راح يساوي لي الزد ترانسفورم مالته، يصير عندي زد سكوير واي اوف زد، هذا الحد الاول زد سكوير واي اوف زد. طبعا نحتاج الاكس اوف 0 والاكس اوف 1 ما موجوده اصفاره فتهمل، فراح يصير عندي زد سكوير في الواي اوف زد فقط لهذا الحد. الحد الثاني طبعا سالب 2 هاي كونستانت تنزل، الواي اوف ان بلس 1 هذا طبعا بترانسليشن بمقدار واحد، لذلك الزد ترانسفورم مالت راح يساوي لي زد في الواي اوف زد. الحد الثالث اللي هو الواي اوف ان، الزد ترانسفورم مالت راح تساوي لي واي اوف زد، هذا واحد واي اوف زد، راح نطلع مشترك طبعا الواي اوف زد من هذه المعادله كليتها. الطرف الايسر اذا الايمن العفو اذا لاحظه عندي اليو اوف ان بلس 1، هذا طبعا ايضا الانبوت ب ترانسليشن بمقدار واحد هذا الحد، لذلك راح يصير عندي زد يو اوف زد ماينس عندي هاي اليو اوف ان طبعا الزد ترانسفورم مالته ويساوي اليو اوف زد. استخرج الواي او اليو اوف زد من ذني الحدين، راح تصبح عندي المعادله مثل ما تلاحظوها بالشكل التالي، قوس زد سكوير ماينس 2 زد بلس 1 كل مضروب القوس في الواي اوف زد يساوي زد ماينس 1 هذا القوس مضروب باليو اوف زد. الان بمجرد ارتب المعادله مالتي اخلي الواي اوف زد على اليو اوف زد، فراح يصير عندي الترانسفير فانكشن مالتي يساوي لي زد ماينس 1 على زد سكوير ماينس 2 زد بلس 1، هذا يمثل لي الزد دومين ترانسفير فانكشن. اذا ناخذ المثال الاخر، هذا المثال الاخر الفرق عن المثال الاول انه انا عندي اكثر من معادله ديفرنس ايكويشن، عندي هنا سيمولتينيوس ديفرنس ايكويشن، عندي معادلتين ديفرنس ايكويشن. هاي المعادله الاولى اذا نلاحظ بها الواي اوف ان بلس 1 ماينس 2 واي اوف ان بلس اكس اوف ان يساوي يو اوف ان،
والمعادلة الثانية x of n plus 1 minus u of n equal 3 u of n. نلاحظ بهاي المعادلة انه انا عندي input واحد اللي هو ال u of n، ولكن عندي two output، عندي ال x of n output الاول وال y of n output الثاني. حتى نجري العملية طبعا هاي ممكن يعني يخرج لي 2 z domain transfer function، الاول راح يكون y of z على ال u of z، والثاني راح يكون x of z على ال u of z. يعني عندي 2 transfer function، الاول راح يكون عندي هو ال y of z على ال u of z، والثاني هو ال x of z على ال u of z. هنا طبعا الفكرة ايضا نفس المثال الاول، انه انا اخذ الزت ترانسفورم لطرفي المعادله، كل معادله على حده اخذ الزت ترانسفورم مالته. طبعا لاحظوا ايضا بالسؤال مو معطيني الانيشال كونديشن، وراح اعتبرها طبعا شنو اصفار. هاي المعادلتين طبعا هي اثنيناتهم من نوع الفيرست اوردر لينير ديفرنس ايكويشن. فاجي اخذ طبعا الزت ترانسفورم المعادله الاولى مع الاخذ بنظر الاعتبار الانيشال فاليو زيرو، وراح يصير عندي زت ماينس 2 في الواي اوف زت زائد ال x of z تساوي u of z. المعادلة الثانية طبعا مجرد سويت إعادة ترتيب لها، فراح يصير عندي minus y of z زائد z x of z تساوي 3 u of z. هذه بعد ما أخذت ال z transform إلى طرفي كل معادلة على حدة، أصبحت عندي معادلتين بالz transform. الآن هنا أستفاد من قاعدة جرامرز رول في حل هذا النوع من المعادلات مثل ما تعرفون. فال y of z يعني اول اوتبوت اريد احصله انا طبعا بدلاله اكيد ال u of z، المقام مالته طبعا هو يمثل لي الكوفيشنت مالت الطرف الايسر. فالكوفيشنت ما طبعا ارتبها بالشكل التالي، من تلاحظ ال y تحت ال y ال x تحت x، حتى هنا الكوفيشنت مالته z ناقص 2 1، والمعادله الثانيه ماينس 1 وال z، هذا يمثل لي المقام. طبعا اخذ هذا الديترمنت مالته، الديترمنت مالته يساوي حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين. الطرف الاخر او البسط مالت المعادله مثل ما تلاحظون، القيمه اللي اريد اني الاقيها اللي هي الواي اوف زد راح اعوض عنها طبعا بقيم الكوفيشنت مالت بقيم الطرف الايمن. هنا الطرف الايمن هو يو اوف زد 3 يو اوف زد، اخليهم مكان الواي اوف زد. العمود الثاني هو راح يمثل لي الكوفيشنت مالت الاكس اوف زد. هنا الان راح يصبح عندي اخذ يعني واي اوف زد في الزد ماينس 3 يو اوف زد، لاحظوا المقام على العفو البسط، المقام راح يساوي زد ماينس 2 في الزد ناقص ماينس 1 في 1، فتصبح المعادله مالتي بالشكل التالي مثل ما تلاحظون. هذا يمثل عندي طبعا y of z بدلالة مجرد اسحب ال u of z خلي تحت ال y of z، فراح تصبح عندي transfer function مالتي او z domain transfer function مالتي راح يساوي لي y of z على ال u of z، ويساوي z minus 3 على z square minus 2z زائد 1. لذلك طبعا راح نكون قد انهينا هاي المحاضرة الأخيرة لل z transform.